بسم الله الرحمن الرحيم، معانا بإذن الله الحلقة رقم 19 والدرس الثاني من الوحدة الثانية. اسم الدرس: الجمع مع إعادة التسمية. يلا نشوف الدرس ده جديد علينا ولا قديم. أول مثال بيقول لي اجمع العددين، اوجد ناتج الجمع. العدد الأولاني ده مكون من 4 أرقام وده مكون من 4 أرقام. طب مسألة الجمع دي طيبة ولا شريرة؟ طيبة جدا. طب ليه طيبة؟ لأنها في وضع رأسي، الأحد تحته أحد والعشرات تحته عشرات والمئات تحته مئات والفصل حتى تحت بعض، فشكل المسألة منظم. نجمع عادي، 9 زائد 9 18، ما نكتبهاش كلها، 8 ونطلع بالواحد، 1 و5 6، 6 و6 12، 2 ونطلع بالواحد، 7 و1 8 وكمان 1 9 وادي الفاصل، و2 و4 6، واحدة كمان، 9 و0 هي التسعة، 7 و7 14 ونطلع بالواحد، 7 و4 11 وكمان 1 12، 2 ونطلع بالواحد وادي الفاصل، 4 و2 6، واحدة كمان، 7 و4 11، 1 ونطلع بالواحد. خد الواحد مع التسعة عشان يبقوا 10، 10 و5 15، 5 ونطلع بالواحد، اجمع دول يبقوا 5، ده اسمه الجمع الرأسي. طب حتة نطلع بالواحد، نطلع بالواحد دي اسمها إعادة التسمية. تعال نشوف سؤال جميل على الجمع، ولكن مش جمع وبس، امال جمع وايه؟ جمع وتقدير. الراجل بيقول لي لو سمحت قدر ناتج الجمع ده وهات لي الاجابه الدقيقه. وعايز تقدره بايه يا عم؟ قال لي عايز اقدره بقواعد التقريب. اللي هي يعني ايه؟ قال لي انا هكتب لك العدد اهو. اوكي، ادي ال 83 اهي، وادي ال 18 اهي، اعمل لك ايه يا عم هنا؟ قال لي هات الاجابه الدقيقه. يقوم يجي ولد يقول لي يعني ايه الاجابه الدقيقه يا مستر حامد؟ اللي هي الجمع العادي، يعني اجمع له دي عادي، 3 زائد 8 11، 1 ونطلع بالواحد، 1 و8 9 و1 10، اصبح ال 101 دي الاجابه الحقيقيه او الاجابه الدقيقه او الاجابه الفعليه، الثلاثه بمعنى واحد، يبقى ده الجمع اللي بحق الله. طب امال فين الجمع المزيف؟ عايزه مزيف بطريقتين. قال لي اعمل لي تقدير بس بالتقريب لاقرب جزء من 10، لاقرب 10. طيب 83 ازاي نقربها لاقرب 10؟ نحط صفر، وشرط عند مين؟ الثمانية، والثلاثة ما بتديش واحد، يبقى نكتب الثمانية. طيب نيجي لدي، لاقرب 10 نحط صفر وشرط عند العشرات، التمانية تدي واحد تبقى 2. طب اجمع بقى كده يبقى الإجابة 100، أهو ده اسمه إيه؟ ناتج التقدير. طب الأصلية 101، طب المزيفة 100، أقول له تصدق الاتنين قريبين من بعض، يبقى الإجابة بتاعت التقريب دي مالها؟ أقول له مقبولة. طب نيجي لدي، عايز إيه يا عم؟ قال لي عايز أعمل لها تقدير بس بالطريقة دي، أول رقم من اليسار، اللي على اليسار 8 نسيبه ونحط مكان التلاتة 0، اللي على اليسار 1 نسيبه ونحط 0، طب اجمع يبقى 90. طب بالله عليكم ال 90 قريبة من ال 101، ده فرق 11، يبقى الإجابة دي غير مقبولة. طب ليه غير مقبولة؟ لأنها بعيدة عن الإجابة الدقيقة. يبقى مين الأفضل يا ولاد؟ التقدير بالتقريب ولا التقدير بأول رقم يسار؟ لا بالتقريب يا مستر، إجابته أقرب وأدق. كمان كلام جميل، تعالى لملاحظات مهمة دي لسه قايلها، التقدير بقاعدة التقريب أحلى أدق الاستراتيجيات بتاع التقريب. ليه؟ لأنها بتطلع لك قيمة هي الأقرب للناتج الفعلي، يبقى التقريب أفضل من التقدير. طب دي واحدة. النقطة الثانية، لكي يكون تقدير ناتج الجمع بتاع العددين نقول عليه مقبولا، يجب ان الناتج اللي طلع يكون قريب يا لنا من الاجابه الحقيقيه يا ناي، ويجب تقريب العددين اللي انا بجمعهم لنفس الدرجه التقريبيه. يجي ولد يقول مش فاهم الجمله دي، اقول له يعني لو بتجمع عددين، ما يجيش ولد يقول لي انا هقرب الاولاني الاقرب 10 وهقرب التاني الاقرب 100. لا يا حبيبي، ده مش عدل، ده مش مساواه. هما الاثنين لاقرب 10 او هما الاثنين لاقرب 100 او هما الاثنين لاقرب 1000 حسب المساله.
طب واحدة كمان، يلا حبايبي، 817 زائد 54. ودي مسألة تانية. ماشي ماشي، نمشي في الأولانية. عايز إيه؟ قدر مجموع وقارنه بالإجابة الدقيقة. آه، أنت عايز نعمل حاجتين. قال لي أيوه، الإجابة الدقيقة يعني الجمع الحقيقي، فحطيت العدد ده والعدد أهو واجمع. 7 و4 11، 1 ونطلع بالواحد، 1 1 2 و5 7 ونزلت الثمانية. يبقى الإجابة دي مين يا ولاد؟ دي الإجابة الحقيقية الفعلية الدقيقة. طب امال فين التقدير يا عم؟ قال لي انا اقول لك عليه تسمع الكلام. حاضر. قال لي الاقرب 10، يبقى نعمل ايه؟ نحط زيرو، وشرط عند بيت العشرات 7 تدي للواحد يبقى 2 واكمل. تمام، نحط زيرو وشرط عند بيت العشرات، الاربعه ما بتديش يبقى 5. اجمع دول طلعوا 870. لاحظت الاجابتين اللي على الشمال دي حقيقية ودي مزيفة بس قريبة يا مستر، يبقى نقول له التقدير مقبول. طب ليه مقبول؟ لأن الإجابة التقديرية قريبة من الإجابة الدقيقة ودي زيها، بس هنا الأقرب إيه؟ لأقرب 100. طيب فكرة كمان، يلا نشوف هذه المسألة اللفظية. جسر من النمل فيه 142 نملة وجسر آخر 165 نملة، طب الراجل عايز مين؟ عدد النمل بالجسرين. يبقى نعمل إيه؟ نجمع الاتنين. نعمل إيه؟ نجمع الاتنين يا جماعة. طيب يلا نجمع الاتنين إزاي؟ الاتنين نجمعهم بس بعد ما نعمل العنوان. يبقى هنقول إيه؟ عدد النمل بالجسرين، ونجمع ال 142 زائد ال 165. لو انا جمعتهم في مسوده هيطلع لي الاجابه 307، والتمييز نمله. طب ده الناتج الحقيقي، الراجل بيقول لي قدر، يبقى نعمل التقدير. طب عايزه الاقرب ايه يا عم؟ لاقرب 100. جميل، ال 142 نحط صفرين وشرط عند المئات، الاربعه ما بتديش الواحد، يبقى الواحد ينزل 100. نحط شرطة عند المئات، الستة تدي للواحد، أيوة تبقى 2 ودي الصفرين. اجمع 300. طب والحقيقية 307، يبقى الفرق 7، يبقى الإجابة مقبولة ومعقولة لأنها قريبة من الناتج الإيه؟ الأصلي. كده خلصت كل الأفكار. أفكار مين؟ الجمع بإعادة التسمية، والجمع بالتقدير والتقريب، وحل المسألة اللفظية. ولينا حلقة كمان مع حل التدريبات من كتاب التأسيس السليم على الجمع مع إعادة التسمية، الدرس الثاني من الوحدة الثانية. يا رب يكون بسيط وسهل ومفهوم.